بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. اول ما بصيت على تشكيله منتخب الكاميرون النهارده لقيت ايه ده؟ فينسنت اباكر مش موجود، ايكامبي مش موجود، كونسيساو انت بتنيل ليه؟ 13 جول راميهم جنبك على الدكه ازاي؟ انت بتعمل ايه بجد والله؟ يعني اللعيبه اللي مسجله لك الاهداف بتاعتك كلها حاططهم النهارده على الدكه عشان تثبت ان انت مدير فني جامد وعندك مجموعه جامده من اللاعبين وان انت ما بتعتمدش على فرديات والكلام الفاضي ده. انت بتاع الكلام ده يا حبيبي، انت كل شغلك عرضيات لفينسنت اباكر، فلما تركب فينسنت اباكر هتلعب عرضيات لمين؟ مش طالبه جنان هي. نازل عايز تبين ان انت ما عندكش مشكله انك تريح اي حد ولو حتى نجوم الفريق وهدافين الفريق، بس بعدها البيست المنتخب البوركيني منتخب قوي جدا. المنتخب البوركيني لولا اصابه الحارس هيرفي كوفي المباراه اللي فاتت كان الموضوع ممكن يتغير قدام منتخب السنغال. فانت بتلاعب فرقه عندها ارتداد سريع هجومي ولا اعلى ولا او مش هتعرف تلمهم اساسا. انت بتلعب منتخب خير بجد يا عم كونسيس، انت بتنيل ايه؟ يعني انا عارف انك عايز تدي رساله للمنتخب الجزائري ان انا فريق قوي، بدات ب 4 1 4 1 وكملت ب 4 4 2 وهاني المباراه الاخيره ب 4 2 3 1 وهكسب باي حد، بس انت اقل من كده بكتير. مش لعيبه المنتخب الكاميروني دول اللي انت تقعد تعمل بيهم الافكار اللي في دماغك؟ الخيال ما يجيبكش يابا، الخيال ما يجيبكش. انت فرقه على قدك، فلما فتحت الجيم قدام المنتخب البوركيني خدت على عينيك، خدت على عينيك بجد. يعني خدت على عينيك الهدف الاول، هدف جميل جدا، هدف عرضيه الراجل دخل لاعب منتخب بوركينا، معلش انا الاسامي يعني معلش عشان في اسماء بتطير هنا، ستيف ياجو دخل خد العرضيه بتاع عيسى كابوري وسجل هدف الاول. الهدف الثاني بقى اونانا سجل هدف المرمى، يعني اونانا الكره طالعه الراجل بيلحق او ان انا جه صد خبط في العرض ودخل في المرمى، قلت بس خلاص الماتش انتهى، الموضوع بالنسبه للمنتخب الكاميروني بقى صعب. الشوط الثاني بدا اول اربع دقائق لقيت المدير الفني السيد كونسيساو بيبص جنبه فينسنت، انا اسف معلش هنزلك، احنا مش بنكسب من اي حد. ده كلام يا حبيبي، تعال معلش يعني محتاجين نعمل تغيير. تمام، نزل فينسنت اباكر. بعد كده راح لابس الهدف الثالث، مين هنا؟ معلش بس معلش يا كابتن معلش انا اسف، هتنزل ايه؟ انت مش بتكسب من غيرهم؟ مش بتكسب من غير الاثنين دول؟ بتكسب من غير الاثنين دول واهم حاجه بالنسبه لك المنظومه؟ عشان المنتخب الكاميروني يبدا بقى في الرومنتادا ويبدا بالهدف الاول بستيفن باكون الفيرويد، وبعديه فينسنت اباكر بيسجل الهدف الثاني من كره عرضيه، وبدانا بقى سلسله العرضيات الكتير بقى. فينسنت اباكر جالنا بقى، يلا يا جماعه نرفع عرضيات بقى لفينسنت ونرفع عليه كامبي. ولقينا الهدف الثالث، الهدف الثالث اللي بالنسبه لنا لما شفتها اول مره قلت فاول، بس لما شفتها ثاني مره قلت مش فاول ولا يعني ما فيش فاولات بصراحه. المره الاولى تبصهم بعيد كده في ايد بالنسبه لفينسنت اباكر اعطيها للمدافع، بس مش هي دي قوي اللي تخلي المدافع يخبط في الحارس والحارس يتغير والكره تقع وتيجي لفينسنت اباكر يسجل هدف. مش دي خالص، مش دي بصراحه. وصلنا لضربات الجزاء لقينا ان اونانا بيتصدر الضربه الرابعه، وبصراحه لعيبه الكاميرون حطوا حلو جدا، يعني حطوا ضربات الجزاء بمعلمه، حطوها باريحيه شويه، اللي هو خلاص احنا كان نفسنا نكسب الفاينل بس خلاص الضغوط اتشالت من علينا، بس مش معنى كده ان احنا نخسر كل حاجه. المنتخب الكاميروني عمل رومونتادا النهارده جميله جدا، رومونتادا بتوصل رساله واحده لمنتخب الجزائر، انتوا هتواجهوا فرقه بتعتمد على رجلين بس، ايكامبي وفينسنت اباكر ونانا في حراسه المرمى، ونانا اوقات يعني اوقات هيدي لك اداء كويس واوقات النهارده يكون مش موجود. فانت قدام فرقه بتلعب من فرقه مكونه من رجلين بس، هاف ومهاجم قوي جدا زي فينسنت اباكر. نتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري قدام منتخب الكاميرون في تصفيات كاس العالم. المنتخب الكاميروني قدر يعمل ريمونتادا، هرجع تاني اقول لك الكوره بالنسبه لي ما فيهاش اي فاولات، الف الف مبروك للمنتخب الكاميروني مهما اختلفنا على سياسات سامو ليتو في البطوله، بس هي كوره وفي النهايه انتهى مشوار المنتخب الكاميروني بالبرونزيه في كاس الامم الافريقيه. لو الفيديو عجبك اعمل لايك، لو الفيديو ما عجبكش شايف ان الكوره بتاعت فينسنت اباكر فيها فاول فبراحتك يا برو، هذا رايك.